حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت أن آمنة أمه ماتت وهي بنت 20 عاما. آمنة كان عندها 20 سنة لما ماتت، وأبوها عبد الله توفي وقبض ودفن بالأبواء في يثرب بعد صارت بعد وصول ابنه إليها بعد 53 سنة من هذا الحدث، صارت المدينة المنورة. مات عنده 25 سنة. بس في نقطة، لما كان الأطفال أو أبناء أبناء أبو طالب وهو ينام معهم، فكان الأطفال يقوموا شعرهم منكوش ووشهم مغبر، كان يقوم ويستيقظ صلى الله عليه وسلم ممشط الشعر مدهونا. يا الله. فعمه لاحظ، وبعدين أولاد عمه كثر 10، فكانوا يتخطفوا الطعام وهو لا يخطف الطعام. فكان عمه لما إذا لم يحضر حبيب عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير كان يحجز له الطعام، وبعدين إذا حضر فأكل معه الطعام يكفيه، فإذا لم يحضر لا يكفيهم الطعام. فكان أبو طالب يقول انتظروا حتى يأتي أخوكم محمد. العجيب لما كفله جده وهو في 8 بعد موت أمه، في 6 كان في 6 من عمره، كفله جده، قعد 2 في بيت جده. صحيح الجد كان عنده أبناء كثر، كان عنده 10 أولاد، مش عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، الابن رقم 10، يعني الرسول عنده 9 أعمام غير أبيه، فالتسع دول لهم أولاد. فعبد المطلب مشغول، من التي ربته؟ لم يذكر في التاريخ للأسف، وده تقصير منا كدعاة وعلماء وفقهاء وشراح لحضارة الإسلام العظيم أن نبين هذه الجانب. فاطمة بنت عمرو اللي زوجة عبد المطلب هي التي ربت عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أيضا ربت النبي أيام كان عند جده سبحان الله، وهي تبقى باللهجة العامية بتاعتنا حمات آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. وآمنة لما مات زوجها أمر طبيعي أن البنت إذا مات زوجها عادت إلى أهلها، وأهلها فين؟ أهلها في المدينة. لكن لحسن العلاقة بين آمنة وبين أم زوجها فاطمة بنت عمرو جدة النبي صلى الله عليه وسلم استقرت عندهم في مكة، يبقى المدلول فين؟ العلاقة إيه؟ قمة العائلات أو الأسر أو العشائر الفاضلة، فاضلة الخلق، تبقى عندهم ويتربى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظت ملاحظة وأنا في هذا العمر، الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سمى بنته فاطمة تيمنا بجدته، ملمح يعني فاطمة هذه. وبعدين اللي تولت حياته بعد ما انتقل من بيت جده لما مات إلى بيت عمه وعاش فيه 17 سنة أبو طالب، كانت زوجة أبو طالب اسمها فاطمة بنت أسد، فتيمنا بالاثنين سمى بنته فاطمة. يعني يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويقول على الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.